بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كتشوف اليوم كنا كنتفرجوا مقابله ديال السوبر بين الاهلي المصري ورجاء البيضاوي؟ اذا في الدقيقه 90 توفى الاخ، كنلاحظوا احد الشباب اللي توفى اليوم بسكته قلبيه، ذلك راجع الى تشنجات واعصاب، ونسال الله الرحمه والمغفره والله ينقي الذنوب ديالو، الله يجعله من النبيين والصديقين. واللي كان بلغ واحد الرساله لمكتب فريق الرجاء البيضاوي ومنخرطين والرؤساء القدماء وجمهور كافة باش يتفقوا وراء هذا الشاب اللي توفى اليوم، اللي فقدته الكرة المغربية، اللي هو شاب كي كتشوفوا شاب نظيف، شاب أخلاق عالية، اللي كنتمنى ما تبخلوش عليه وتعاونوا معاه وكونوا معاه كما حنايا كنمشيو نقطعوا ورقة ديال البي ديال التيران، وكما وقفنا مع وقت الرجاء في الأزمة وكانوا الملايير كيتسالوا الرجاء، مشينا شجعنا وقاومنا وكنا كنمشيو نقطعوا وما كنتفرجوش وما كناش انتوما، كنتمنى لكم من هذا المنبر هذا تعاونوا تجاه وراء هذا الضحية. أنا ما كنتش معاه ولكن بحكم رجاوي أنا متعصبت، أنا كنتقلقت، أنا حسيت به وحسيت بالمقابلة تعصب فيها وطلع لي الضغط، وكما كنقولوا بن حليب المدرب كتب دقيقة 85 تسد، تخرج بن حليب ودخل العرجون وتسد. أنا كمتبع جمهور وكنفهم كورة أحسن منك، أنت عامين جابك لنا مول البريس خشانا في الرجاء، ما عرفتش بينك وبينه، داك الشيء كتعرف بينه وبينه، لذا فقدنا هذا الأخ اليوم بسببكم أنتم وبسبب الأعصاب ديالكم، الله ياخذ فيكم الحق، وبن حليب عطينا التيشا، عطينا التيسا. الله ياخذ فيكم الحق. هذيك القهوة اللي فاش تتفرج هي لحدايا، هاي القهوة غير تما، غير تتفرج في الرجاء. من البارح يقول لهم الرجاء. الحمد لله ولي. يا خويا بدات المقابله ان شاء الله، والرجاء كانت رابحه وكلشي كان فرحان، وتحنا وداديين كنا فرحانين بزاف، وتا هو كان فرحان بدون شعور، وملي ضرب بالتعادل مسكين حس بواحد السخفه وقال الدري الديني، وملي جابوا الدري من امانه الدائمه، والراجا كانت تربح المقابله، انا ودادي ونشهد عليها، الراجا كانت تربح المقابله، ما كانش عاصب الجمهور ديالها، والله ياخذ فيهم الحق، والله ياخذ فيهم الحق، والله يشتد في السبل هاد الكره كامله. الدري متخلق، انا مرادع معاه، اخويا مرادع معاه، والله يخلص كل واحد، الله ياخذ فيهم الحق. امين امين، الله يرحم التيس عليه، امين تكونوا من الشويط رانا نسامح ليه، وانا الله يرضى عليه، وانا الله يرحمه، الله يتيس عليه، الله يرحمه، الله يتيس عليه.